السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي الكرام. في هنا بعض التعليق حبيت أني أعلق عليها، وهنا في بعض القنوات التي تقتبس من كلامي، فكان من بعض الإخوة أن نبهوني لأمر ما، وإن شاء الله أنا بدي أتكلم عن هذا الموضوع، القنوات التي تقتبس من كلامي عن الاستغفار. وفي تعليق صراحة سنتكلم عن التعليق ونتكلم، نعم خلينا نفوت على التعليق ونجيب على هذه الأسئلة، لكن نأخذ هذا المقتبس إن شاء الله. إذا جعلت لك سقف واطي من الاستغفار، يعني 5000 وانت عامل حالك تعبان، راح يكون عندك وقت فراغ تسقط في الإباحيات أو في الغيبة والنميمة، وستسقط في أمور كثيرة التي كنت تفعلها. لكن إن انت أخذت 30,000 استغفار مش من باب تحديد الأوراد، محمل الجد، والله لن تستطيع أن تعلك علكة، لن تستطيع أن يعني إذا كنت تجالس ناس لا تستطيع أن تكلمهم، أنت مشغول. استغفر الله. طوبة لمن وجد في صحفة استغفارا كثيرا. الآن وصلت الفكرة إنه المستغفر هو طابع عليه إنه دائما أنا بشوفه مستغفر. ما إذا جعلت لك سقف. طيب الآن نزلت أنا هاي الرؤية، صار في عليها التعليق. والله العظيم والله العظيم أنا شفت رؤية من عدة شهور، أحد في المنام يقول لي محمد حجازي، سبحان الله الحمد لله على كل شيء، أنا أن هدانا الله لقناتك. شوف السام هنا يأتي جواب، الجواب يأتي على هاي هنا هنا، مش مين ما حلف بالله يعني كلامه صح، وانتبهوا من تعظيم الأشخاص، ولنجعل هذه القناة لله وليس لإظهار الأسماء. سنرجع من عقب على كل شيء. وهذه ملاحظة أخرى، بالله عليكم الاستغفار ليس لجلب الرزق وإنما الاستغفار راحة العقل والقلب، طمأنينة القلب، استغفار تقرب من الله، نقاء القلب من كره وحسد. طيب شوف التعليقات، أنا أتعجب الناس على هالتعليقات هذه صراحة. والصراحة في تعليقات أنا يعني مرات في بعض الأحيان أريد أن أحضر صاحب التعليق لكن أعطيه فرصة أخرى. جاءت رؤية بتقول انه شافت رؤية من مدة طويلة انه صوت يقول لها محمد حجازي، فهنا تدخل متنمر او متنمرة ولا تعظيم اي اشخاص، مين يعني انا بعظم حالي يعني اذا جاءت رؤية وانا يعني نشرتها. صراحة هذا التعليق سبحان الله كنت سأحضر صاحبه لكن أعطيته فرصة أخرى، لأنه في ناس سبحان الله لا أدري ما يوجد في القلب أو في الفهم تبعها، ما لا أدري، بس حبيت أني أبين يعني الناس عجيبة. هنا بيجي بالله عليكم الاستغفار ليس لجلب الرزق، إذا لجلب ماذا؟ يعني أنا عيب علي أني أطلب الرزق من الله؟ من أين؟ فابتغوا الرزق عند الله، من أين أبتغيه؟ نعم الله جل في علاه يقول فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وين أروح على البنك؟ في فلوس في الدنيا؟ طبعا الرزق هو الصحة رزق، العلم رزق، المال رزق، الولد رزق، الزواج رزق، كل شيء تملكه هو رزق. شو بدك إياني يعني يصير نشرب هوا ونأكل هوا؟ صحابة رسول الله كان يسأل الله جل في علاه عن ملح طعامهم. شايف أنا سبحان الله سأتجاوز هاي المرة والله، لكن إن شاء الله بالقريب العاجل كل تعليق مثل هذا سأحضر صاحبه. لا لا في ناس عايشة في جهل، نعم لا تعرف ماذا، كل شيء خلقه الله نحن بحاجة له، كل شيء خلقه الله نحن بحاجته، نحن بحاجة للطعام وللأكل وللشرب ولكل شيء،
وبالاخر واحد بيقول لك لا لا تسال الله عن الرزق بالاستغفار، لا تجعل استغفاركم، الله لا منعني من رزقي عشان يأدبني. فرجعت ابحث عن رزقي فوجهني الله جل في علا الى الاستغفار، ما العيب في ذلك؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا نطلب من رزقي، لا نسأل الله من رزقي، ورزقكم في السماء وما تعدون، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني هذا متعلم ولا هذا يعني بس هيك بزيت كلام؟ يعني جد في بعض الأحيان بدي أدخل أساوي حظر وأخلص منه تعليق لهالدرجة. يعني هو بوكل إيش بوكل؟ هو مش بحاجة للمال ولا بحاجة للرزق ولا بحاجة لأي شيء هذا الشخص الذي علق. والشخص الذي علق على الرؤية لك أن تتجاوز ولك أن تقرأ، أنت حر. أنا أنشر على صفحتي ما أبينه للناس وما يأتيني من الناس، والحمد لله رب العالمين. فإما أن تتجاوز البوست وإما أن يعني تستأنس به. قلنا نستأنس بالرؤى وهي الرؤى حق من عند الله، لكن نستأنس بها، لا 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 نرتب عليها أحكام شرعية، ما رتبنا عليه حكم شرعي كما قال العلماء. هناك ناس صراحة بفوتوني على الحيرة، والله يدخلوني على الحيرة، هل أحضره وخلص أقطع نصيبه؟ لكن هاي فرصة أخرى. فإذا وجدت حالك كاتب تعليق لا يليق وفيه طعن، اعلم أنك سيتم حظرك. لكن إذا كان عندك مليون سؤال سأجيب عليها، إذا كان عندك شيء تسأل به وتقول اعطيني دليل بالعمل الفلاني سأعطيك، لكنك هكذا تريد أن تدير القناة على هواك، هي مش القناة لك. نعم، بس هذا إني حبيت إني أبين إنه، لأني كنت بدي أحضر هاي الأشخاص. نعم كنت أحضرهم. في ناس لا تطيق هذا الكلام، لا تطيقه من باب إنك أنت، أنا لازم ما زكيت نفسي ولا أزكي نفسي ولا ينبغي لي. مش مين ما حلف بالله يعني كلامه صح. الصادق يظن الناس صادقة، والكاذب يظن الناس كلها كاذبة، والمخادع يظن كل الناس مخادعة. فالأصل إنك تحسن الظن بأخوك المسلم، الأصل، لكنك أنت مخادع، عشان هيك أنت بتظن سوء بأخوك المسلم. هذا هو الطين الطيبي، بتظن أن الناس كلها من حولها طيبة حتى يصفع كم من مرة. فممكن على كل حال في تعليق صراحة لازم أنا أبينها. قد تجد نفسك محظور ويعني وخلص بمجرد يعني هيك كلام ما إله وزن، ما زنته. يعني أنا أخذت تعليق ونزلته وأنت يعني وكأنك ترميه عرض الحائط وتلومني على تنزيله وأخذت من وقتك. طبعا بدي أصل كلام مهم عن المشايخ، بس لسه بدي أصل لكلام إنه إحنا هذا الفيديو اللي نزله في بعض القنوات والحمد لله رب العالمين تقتبس من الكلام. يعني أنا في الماضي كان في اقتباس من قنوات عندها طاقة، علوم الطاقة، كانت تعلم علوم الطاقة، وقت يعني أنا فقط سمعت الفيديو تبعي نزل على القناة، ما تفقدت القناة، أخذت القناة ونزلتها، وبالآخر تكشف إنه هذه القناة يعني تتاجر في 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 علوم الطاقة، وأدخلوا كلامي وكأنهم يتكلموا دين. ما هي الحركات والعياذ بالله الماسونية، هي تروج تقول لك دين ولكن في الباطن كلها كفر. نعم، يعني هو يعني بتقول لك ما في عيب انه عندك انت تكون على دينك في البدايه، طبعا في البدايه عشان نموه، وبالاخر يعني بيطلعوك عن دينك. فعشان هيك هاي القنوات اللي بتخلط من هنا ومن هناك وكانهم يعني يبينوا انه الطاقه من الدين، الطاقه علوم الطاقه كلها كفر، قانون الجذب وكل هذه كلها كفريه، لا يجوز. نعم، فكل مشكلتك انت مع الله، ذنوبك سبب تعطيل رزقك اللي بدوش ايانا نسأل عنه هذا الافندي.
هذا الأفندي ما بده إيانا نسأل الرزق عند الله، بده إيانا إحنا نسرق ونأخذ قروض ربوية وهكذا نتعبد للزهد. وحتى هو مش فاهم شو معنى كلمة زهد. الزهد هو ليس شيئا تفعله يفعل بك، هذا الزهد يعني عطاء من عند الله، وسببه سورة البقرة، وهذا ستأخذه بسورة البقرة وليس بشيء آخر. نعم. أخ نبهني إلى هذا المقطع، قال لي هناك من ينشر من مقاطعك وما بتعرفش شو بصير في المستقبل، لربما يعني يصيروا ينشروا كلام فارغ وسقطات وما تشاء. طبعا أول شيء الأمر كله لله، وأنا قد قلت في الماضي إنه كل صاحب منبر يعني يريد أن يدل الناس ويريد أن يقتبس من قناتي فليقتبس فقط كلامي ولا يأتي بكلام الآخرين، هذا كان شرطي. يعني إذا أنت بدك تفتح قناة وتقتبس كلامي وفقط كلامي، ليش؟ لأنه إذا تجيب كلام آخر يختلف عن كلامي فأنت تضلل هنا، هذا بيقول لك ساوي 10,000 وهذا بيقول لك ساوي 3، هذا بيقول لك استحضر قلب وهذاك بيقول لك استحضر ذنب، وأنا لم أتفوه بكل هذا أبدا. فلا تأخذ مقاطعي وتخلطها بمقاطع الآخرين وتتكلم وتفتح قناة على هذا الأساس، أنت هنا فقط يعني تتاجر في الكلام حتى لو كان منه صحيح. إذا الكلام ما فيهش خارطة الطريق كيف نستغفر وكم نستغفر وبأي صيغة نستغفر وما الذي علينا أن نفعله حتى يتحقق وعد الله في الاستغفار أو في سورة البقرة أو في أي ذكر من أذكار من الأذكار، فأنا لا أريد لأي واحد ينشر كلامي ويخلطه بكلام الآخرين، لا أقبل. لكن إذا أراد أن يقتبس كل كلامنا ويبين للناس هذا جميل مأجور، وهكذا نبلغ آية. لكنك تأتي من هنا وتأتي من هناك وما فيش خارطة الطريق، ما بقبل صراحة. الآن ليش أنا دخلت هذا الموضوع؟ اليوم دخلت الآن على موضوع إنه قد يكون كلام مشايخ. نعم. وبالعموم أنا عندما أتكلم عن المشايخ مثلا أو أصحاب منابر يضلل الناس، هم أصلا الذين يبدعون ما نقول، يعني يقول لك بدعة، سمع عنا مثلا، عارف أننا نستغفر مثلا 30,000 12,000 20,000 بالباب بالمعنى أو 4 مرات سورة البقرة، ولربما لم يتفقد ولا شيء، قال أي مبتدع. هذا بالنسبة لي هذا شيخ ساقط على الموضوع تبعه، هذا إنسان لا يبحث عن الحق، هذا إنسان لا يبحث عن الحق. لو أراد أن يبحث عن الحق، نعم أبو هريرة رضوان الله عليه كان عندهم 12,000 من الاستغفار، وهو ما قال إني حددت، ثم من الذي قال حدد ولم يحدد؟ إنهم هم هذول الذين هم في زماننا الذين منعوا الناس من إني أنا حدد لنفسي شيء وأخرج إليك وأبين لك أنا عشت هذا الأمر، وإذا بتحب تعيش وتفضل، ما أرغمنا الناس على فعله. فكل من يتكلم هكذا دون أن يتفقد فأنا بالنسبة لي هذا ضال مضل حتى لو على علمه، وهذا أتكلم عنه، ما بتكلم عن إنسان ما جاب سيرتنا ولا بدعنا، يعني بدعنا يعني قال إحنا نبتدع. وصلت الفكرة؟ يعني أنا ما بجيب شيخ أنا بقول عنه أصحاب المنابر، لكن إذا سمع ماذا فعل الاستغفار مع 50-60-70-100,000 شخص ولم يحرك شيئا فيه، فهذا إنسان لا يريد أن يبلغ، هذا يريد أن يعني يستعلي على الأمة ويعمل حاله كمبيوتر صراحة. أنا أتكلم على كل صاحب منبر علم بما نفعل، وجد متابعين عندنا، كانت في الماضي قصة أو قصة قصتين، حتى إني في شيخ سمعته ولو مقامه صراحة، لكن هناك يعني أرادوا أن يسحروا مرأة، وهذه القصة مشهورة إنها كانت تقرأ سورة البقرة 7 مرات، لكن هو ضل للناس بأنه قال كانت تقرأ سورة البقرة هكذا، ما قال 7 مرات، ما أعطى الخارطة الطريق. ليش؟ لأنه يفوت على تحديد الأوراد، واستحى أنه يخرج منه هذا الكلام، استحى أن يقول، فقال تقرأ سورة البقرة. طيب مليح، أنا قرأت سورة البقرة كل 3 أيام مرة ولم تأتي لي ثمار
الثمار التي جاءت لهذه المرأة التي أرادوا أن يسحروها فما استطاعوا عليها. شو بدك تقول عن هذا الشيخ مثلا ولو على علمه؟ طب ليش ما نقلتش الكلام كما جاء؟ ما كانوا ما نقلوا لنا كلام ابن تيمية. أنت لازم تفهم الكلام أخي الكرام، أخوتي الكرام. الأم ضايعة اليوم، وصلتك معلومة أنه فلان الفلان عبد الرحمن لهياني قال يوما ما شاب قال له يا شيخ علم الناس الاستغفار. هو أصلا كان يتكلم عن درس في الاستغفار، قال مليح أنك أنت بتعلم الناس الاستغفار، جزاك الله خير، والله إني أستغفر الله باليوم يعني قرابة أو 30,000 استغفار، والله ما سألت الله بشيء لا أعطانيه. الزلمي الرجل عبد الرحمن الهياني مشكور، أنا سمعت له درس واحد فقط، ما متابعه أبدا، بارك الله فيه، جزاه الله خير. يكفي هذا الدرس الذي أخذناه وعشناه وقطفناه وفاتحين عليه قناة بأن 30,000 استغفار مش من باب تحديد أورد، ما كنت أعرف إشي اسمه تحديد أورد، ويشهد علي الله إني ما كنت أعرف إشي اسمه تحديد أورد. إذا بتعمل 5 أو 10 أو 1000 أو 10,000، لكن ليش لماذا لم يعيبوا على ابن تيمية عندما كانت تشكل عليه مسألة كان يستغفر الله 1000 مرة؟ بدي نسمع كلمة أكثر أو أقل، عند ظلني أقول لك إياها أكثر أو أقل، هي والله ما ولا مرة وصلت معي 30,000 وعرفت أوقف على 0,0، ولا مرة وقفتها 0,0، ولا مرة حددتها، لكنها 30,000، يعني هيك هل قد نستغفر؟ وأبو هريرة قال 12,000، وفي هناك أبو الدرداء أظن أو أحد الصحابة كمان 40,000 تسبيحة، وفي أعداد كبيرة في التسبيحات، وكان السلف الصالح يقول كنت أعد على نفسي 10 ذنوب وكنت أستغفر لكل ذنب 100,000 مرة. يا مية بيحددوا هني مسموح لي أني أحدده، أما أني أبين لك لا 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 لا، هدول معانا، نعم هاي المشايخ معانا مع الناس المتوك التعباني ولا علينا؟ أعطيتك خارطة الطريق، الناس وجدت ضالتها في هذه الخارطة، الناس وجدت ضالتها في خارطة الطريق عندما استغفروا 30,000 أمطر الله لهم السماء. وكمان مرة مش من باب تحديد الأوراد، وهي الكلمة بديش أقولها، وإذا بدي يكثروها هذا صير أقول نعم نريد أن نحدد الأوراد، نعم بدي يضلوا يستمروا بهذا الكلام الخزعبلاتي. كل يوم الفجر كنت أستغفر بين الفجر والشروق 8,000 تقريبا، 8,100 8,300 8,700، كل يوم يطلع معي هكذا، وكنت أصور المسبحة ونزلها. شو أقول لك؟ كنت أستغفر بالمسبحة وأقدر ما يفتح علي الله، هيك بدك؟ فليقول ابن تيمية كنت أستغفر عقد ما يفتح علي الله حتى يفتح علي المسألة. فليقول أبو هريرة عندما كان يقول رضوان الله عليه كنت أستغفر على قدر ديتي، إذا بقولك قديش بفوت على البدعة. أي كلام هذا؟ من أين هذولا جاءوا؟ من أين جاءوا هذولا؟ بحثوا كيف تنهض الأمة فدخلوا في هذا الباب، وهم الذين أصلا ضللوا الأمة، الذين يبدعون. أنا بحكي عن الذين يبدعون، أنا ما بقول عندي ورد هو 3 7 من الاستغفار، يعني 7 7 7 7 و4 4 من الحوقلي، أو 2 2 2 يعني 222 من كذا، هذا كفر. حتى احنا ما بنقول، احنا بنقول 30 والناس بتوصلش لل30، قليل ما يجوز كيف بقولها، لكن العيش اللي عشتها أنا هي 30,000، والأقل الآن هو 12,000 ورد أبو هريرة. وهذا الدرس اللي بيّن لك، أنت لما بتشغل نفسك في 30,000 ما بيكون عندك وقت لا غيبي ولا نميمي ولا أي شيء، فأنت ينطبق عليك لا يزال لسانك رطب بذكر الله. فموضوع تحديد الأوراد ارموا وراء ظهوركم. بالنسبة لي أنا، يعني أنا قرأت 4 مرات سورة البقرة وبينت، وهي مدة بسيطة عشتها، وهذه المرأة التي أرادوا أن يسحروها قرأت سورة البقرة 7 مرات، كانت تقرأها 7 مرات، والمشايخ تناقلوها 7 مرات، لكن هذا الشيخ بالتحديد له مكانته، أنا لا أريد أن أذكر اسمه، قال قرأت سورة البقرة. ليه يا شيخ غيرت خارطة الطريق؟ لربما في ناس مسحورة عاي في حالة، ما أنتوا بينا لكم ماذا فعلت سورة البقرة 4 مرات في الناس، ليش تقول سورة البقرة هكا؟ انت سمعت قصة، انقل القصة كما جاءت او لا تتكلم عنها ابدا. طيب، وهناك في عذرا مشايخ يخرجوا بعناوين،
أنا وين رناني فناني هيك يعني بدك تصير مليونير يعني أضع مش عارف هو شيخ ولا إيش بده يعني يا أخي اعمل العمل لله اعمل العمل لله وخليه على الله اعمل العمل لله وخليه على الله بلغ عن 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 الرسول الله آية هل إيش أنت الاستغفار طيب تكلم الاستغفار ولا تتكلم عن شيء آخر لأنه هذا زمن قال ربي أرني أنظر إحنا لا نستطيع والعياذ بالله أبدا أبدا أن نشك قيد أنملة بما قال رسول الله أو قال يعني بالحديث الصحيح يعني أقل قليل بالحديث الصحيحة أو المتفق عليها أو الآيات لكن في ناس كفرت وخلصت رجعت ما وجدت في الدين شيء أنت بتحكي على 80% من الأمة أنا ما بحكي على 3-4 أشخاص 80% منهم راحوا على الطاقة ومنهم خلطوا الحابل بالنابل ومنهم خلطوا السحر بالأمور منهم أركنوا على الراقي يريد أن يخلصهم نعم كله هذا شرك أنا ما بقول لك تروحش عند راقي فلكن لا تظن بالراقي أكثر من يعني من أنه يقرأ عليه القرآن أنت صورتك تجعل الدك طبيب هو الإله والراقي هو إله ولربما متخذني والعياذ بالله إله أنا لا شيء أمرك عند الله الذي جاء بك إلى هنا هو الله الذي سمعك الكلام وشرح قلبك لهذا الكلام هو الله فنرد الفضل كله لله وإلا نبقى نقرأ قرآن ونصوم اثنين وخميس ونعمل كل هاي النوافل والفرائض كلها والله يجعلها هباء منثورا ليش لأنك أنت بعدك مش متأكد إن الله هذا كله من عند الله ورزقك من عند الله وهؤلاء يعيبوا علينا أن نستغفر الله إن شاء الله يرزقنا لا بدو يانا شحدين بين الأمم الأمم قوتها في مالها الله أمد بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين ويعيب علينا أن نطلب هذا المال والله جل في أولا يقول لنا فاستغفر ربكم فقلت استغفر ربكم أنه كان غفار ويستسمع عليكم إضرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار يعني إلا ما فيش عندها ذرية لما في عندها ذرية لا تسأل شاء الله اسحق فقد استغفري إلا عنده ناقص مال ومديون ما يستغفر لا 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 عرف أنه استغفار يأتي برزق لا 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 اسحق تكفر ما هذه الجهالة فبرجاء اللي بده يعلق بده يعرف يعلق الآن أنا طبعا لا نعيب على مشايخنا الذين ما بدعونا إحنا ليش إحنا نتكلم مع هذا الموضوع ربما إحنا نتكلم من باب إذا بده يقولوا بدعة فبدعة حسنة الرسول عليه السلام كان لازم الاستغفار الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروف عنه انه لازم الاستغفار في كل مجلس كان يستغفر هذا الذي كان يعده عليه ما كان يعد عليه اشياء اخرى لا لكن كان يقول اعملوا كذا وحب الاعمال الى الله كذا وكذا جل عليه الصلاة والسلام لكنه مأثور عنه كان وكانوا يعني صوام عليه الصلاة والسلام كان كنا نراه يصوم وكانه لا يفطر وكان يفطر وكان له لا يصوم نعم والرسول عليه السلام معروف عنه انه كان يعني ده يعني مستغفر فلو احنا كنا بدون ذنوب ونستغفر والله لمكننا الله من رقاب كل هذه الامم الان في مشايخ ما بيعرفوا يعني خلص هن بيعلموا الناس هكذا هذول أنا ما بقصدهن في هناك يعني بيعلموا الناس دين هذا اللي يعني هذا اللي فتح الله عليهم جزاهم الله خير مشكورين لكن هذا هو نفس الشيخ إذا بيسمع عنا وبقولوا له إنه في مثلا أنا ولا شيء في جماعة مجموعات عمالين يستغفروا الله فتح عليهم بتحقيق وعده كل وعودي بعشرات آلاف القصص وبحط إكس مباشرة نعم هذا بتكلم عليه أنا هذا ضال مضل كمان نعم هذا مضل بالنسبة لي الحكمة ضالة المؤمن فأنا وجدها فهو أولى بها فعليه أن يتفقد إذا كان عن جد بده لهذه الأمة أن تنهض والناس يصير في عندها لماذا لم يتفقد أصحاب الطاقة لماذا لم يخرج على منبره ويتكلم عن الطاقة ويتكلم عن السلاطين ويتكلم 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 إذن هو يعني متقوقع في موضوع خلاص أنا بحكي شو بدي مشكلتنا اليوم الأمة في ذيل الأمم كيف تنهض هذه الأمة وهناك قلنا في يعني مشايخ مشكورين بتكلموا عن لكن بحطوا يعني العنوان
ما في له حقيقة. كيف تصبح مليونير يا أخي؟ أنا يعني عن جد هذا يغيظني. لكن مرات أنا إذا استعملت مرة أو مرتين هذا الموضوع لأنه كان في موضوع مهم جدا بدي يصل للمتابع. ما قلت إنه أنت تصبح مليونير إذا استغفرت كذا وكذا. بالمعنى يعني اجمع الاستغفار مع الحوقلة مع الصلاة على رسول الله مع قيام الليل بتصير مليونير. أنا ما قلت هذا الكلام. إذا أنا استعملت هذا العنوان يوم أو مرة أو مرتين أو ثلاثة قصدت إني أوصل معلومة خطيرة جدا جدا لهذه الناس، للمتابعين عندنا. أردت أن يسمعوا كلام مهم. والناس الغالب تبحث عن المال. ليش؟ لأنها الناس مديونة، والمديون ما فيش إله تدبير، مش عارف يدبر حاله، بتلاقيه ذليل، بتلاقيه حسود. المديون بتلاقيه يعني بديش أقول إلا من رحمة ربي الكلمة. ليش أنا بديش أقولها؟ لأنها ستشملك أنت الحسود والغير حسود، وتشمل الكل. بدي أقول أنا من الذين إلا من رحمة ربي. لا يا أخي، كلنا بالهوى سوا. قلنا في مشايخ ضلال بضللوا، نعم بضللوا، لا بدع اسحك تقرب هذا كلياته بدع. نعم هذولا هل عندهم الحل؟ ما فيش عندهم حل، ولا عندهم حل ولا شيء. واي شيخ بيجي بفوت لك في الموضوع كلام من عنده من جيبته هو لم يعيشه، هذا كمان مضلل. يا عمي انا بدي اعيش الاستغفار، انا بدي انهض بهذه الامه. يا عمي انا ما بدي اطبطب لحدا. لما انا بسمع كلام ناقص او من جيبه بزيد شوي من جيبته الشيخ، وبقول لك استحضر ذنب واستحضر قلب، هذه زادها من جيبته، هو لم يعيش وزادها من جيبته. هذا ضللني وخرب بيتي يا جماعة. هذا قطع الثقة بيني وبين الله، لاني انا لا استطيع ان اوفي هذا الشرط. انا لا استطيع، ولا واحد يستطيع ان يوفي هذا الشرط. انا بستغفر بين اهلي وانا متكمل، والسياره والمارق بطلع عليه، ويعني المارق بالسير، وانا بطلع على الدنيا كلياتها، كل شيء يدور من حولي وانا بستغفر. انا ما قاعد جالس اتامل، انا عمال استغفر مستغفر. قال استغفروا ربكم. فيجي يقول لي استحضر قلب. كيف بدي استحضر هذا القلب؟ ما انا اذا بستحضره ثاني ساعه بضيع. طب انا إذا لم يتحصل لي شيء بعد أسبوع من الاستغفار وأنا بحاول أستحضر قلبي، ويهرب قلبي ويفكر بهذه الدنيا ويفكر بالسيارة ويفكر بالكذا وكذا، ويأتي الشيطان من كل مكان. اسمع قصة شيخ، نعم قصة شيخ بقول يعني جمعنا مال الزكاة، وكان المال كان مليون ريال، وأعطوني إياه في حقيبة بالسيارة. وهو شيخ معروف، نسيت أنا اسمه صراحة، هو قصته بس عشان اشوف كيف بيجيك الشيطان. قال ودخلت على المسجد، دخلت على المسجد اصلي، والجماعه الا بده نياته هو يئم. فقال بديت ائم، هو معروف يعني، معروف ان نسيان اسمه صراحه. قال ما قلت الله اكبر، يعني بده يئم بالمصلين، المسجد كبير في السعودية يعني. قال ما قال الله أكبر، ولا الشيطان بيقول له وش أنت الحقيبة السيارة مفتوحة بعيدة، ما قفل السيارة. ما قال الله أكبر، ولا بيقول له الشيطان والحقيبة، حقيبة المال اللي بالسيارة فيها مليون ريال. قال أنا مش مقدوري مليون ريال إذا انسرقت الحقيبة. قال كل بطلت أعرف أصلي، عشان نقول استحضار قلب، بطلت أعرف أصلي، عقلي بالمليون ريال إسا أنا إذا واحد سرقهن. قال لا، خلصت الصلاة وأنا مش عارف أخلص حالي من الصلاة، قلب ضاع بفكر بالمليون ريال يحل حد يسرق له إياهن. قال بدأت إلا بدهن إني ألقي درس. يا الله يا جماعة مشغول، يا جماعة. قال وين بدي ياني يعني يلقي درس؟ قال وأصروا علي لا يا شيخ لا يا شيخ، وأنا عقلي بالفلوس بالشنتي الحقيبة التي فيها، الحقيبة التي فيها الفلوس اللي بالسيارة، والسيارة مش مقفلة. قال وبدأت، وكل واحد أراد أن يخرج من المسجد فلان اجلس بدك تسمع الدرس.
بدوش حدا يخرج من المسجد. والشيخ وقف هكذا يعني عمال يعطي الدرس وكل واحد يهم بده يخرج، لا 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 اجلس بدك تسمع الدرس، ما حداش يطلع من المسجد، ما خلى حدا يطلع من المسجد. قال ما عرفت كيف خلصت الصلاة ولا خلص الدرس وعقلي كيف يجي يأتيك الشيطان بقول لك استحضر ذنب. أمس بالله عليك هذا مش تضليل؟ مش حرام عليهن؟ والله حرام. كلامك طيب منمق جميل ما شاء الله كله حق، لكن عندما جبت لي استحضر الذنب أو استحضر القلب أنا لا أستطيع. يمكن ذنبين ثلاثة عشر عشرين أستحضرهم، والباقي الله بيقول أحصاهم أحصاه الله ونسوه، وأنت بتقول لي أستحضر إيش أستحضر؟ بعدين قلبي بيدي بيأتيك الشيطان من كل مكان. طب ليش أنت لما أنا بدي أستغفر مثلا أسبوعين قلبي يلعب هنا دوري يجي هنا وهكذا، إيش دلوم أنا؟ دلوم إني أنا ما عرفتش أستحضر قلبي، عشان هيك السبب أنا فشلت في الاستغفار، عشان هيك لم يتحقق الاستغفار ولم أقطف ثمار الاستغفار. وراح معلومي أعطاني إياها الشيخ وبطلت أرجع للاستغفار. مشكور الشيخ الذي ضللني، مشكور شكرا جزيلا، ما عنده خارطة الطريق، ما بين لي كم أستغفر كيف أستغفر، هل في حاجة للاستحضار؟ ما فيش حاجة لاستحضار ذنب ولا قلب ولا شيء، خليك بلسانك تب من الذنوب. نعم تب من الذنوب، امتثل لأوامر الله، الله بيعاقبك بيحول لك ذنوبك ديون وهموم وأمراض وأصحاب وكرب. فإذا أنت تركت الذنوب ولزمت الاستغفار يرفع السحر ويرفع الدين ويرفع المرض ويرفع كل شيء، ولا تبقى متقوقع تحت البلاء كله كلام. أما تصل الفكرة الآن هذا الشيخ شو بدي أعطي وسام شرف الذي ضللني وبعدني عن الاستغفار وبعدني عن الصلاة رسول الله، نصحتني بالصلاة رسول الله، بين لي كيف ما أنا يمكن أصلي شهر شهرين ولم يتأتى من الصلاة على رسول الله شيء، وانت قلت لي إذن تكفى همك. وصحيح هذا الحديث، لكن ما هو خارطة الطريق؟ ما هي خارطة الطريق؟ أنا عشت الصلاة على رسول الله بين الفجر والشروق. أبي بن كعب تذكر كان عنده دعاء، ما تيجي تجيب لي حديث، كل الأحاديث موجودة إسمك بس كبسة زر واحد في جوجل الأحاديث التي بفضل الصلاة على رسول الله، تيجي كل الأحاديث والآيات، أحاديث الآيات التي والأحاديث التي بفضل الاستغفار تأتي كلها آلاف. طيب أنا بعرف إنه الاستغفار كذا وكذا، طيب كيف أطبقه؟ هنا يأتي المنظر ليضلل. فإذا كان الشيخ هذا اللي إحنا يعني وجد الطريق، يعني مثلا خلينا الحكمة ضالة المؤمن، وجد الحكمة فيما نقول، نعم لازم الاستغفار بأعداد، خليه يروح هو بدوش يحدد، ويقول أعداد كبيرة جدا يأخذ ورد أبو هريرة مش عيب عليه، ما هو مش عيب، مش رايح حد يفضحه ويقول له أنت بتحدد أوراد، خلاص ينسب الأمر لأبو هريرة ويقول نستغفر فوقي 12 ألف 20 30 هكذا، يعني يرفع السقف مثلا واستمروا، وما في حاجة لا استحضار قلب، هو يعيش هذا الإشي ويخرج للناس ويبين ما العيب، مش راح يتعلم عشان يبين لأحكام الوضوء، مش راح يتعلم عشان يبين لأحكام الزواج مش والحج وكذا، فليتعلم كيف يستغفره عشان الأم تنهض. أنا لا أعيب أي شيخ لا يطعن بنا ولا يقول عنا إحنا مبتدعين، لكن هناك مضللين متعمدين لا يعرفوا شيء. نعم هناك أصحاب منابر، نعم هناك من فاتح منبر فقط يتصيد إنه يقول لك هذه الكلمة وهذه الكلمة، يقتبس من كلامي ليطعن بي. هذا إنسان والله العظيم إنه أجهل الناس في أحاديث رسول الله من باب كيف تطبقها، كيف تطبقها، وإن كان كلامه يأتي لك بدك إسا يأتي لك كلام يعني عن الأحاديث بأتي لك وبقول لك هذا الدليل دليل 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 دليل. أنا بحكي كلام سهل عملي، يلزم الاستغفار، ما في حاجة ليه لا استحضار دم ولا قلب، وجدنا من الاستغفار ما لم نجده في كل العبادات، ولا ننتقص من 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 أجر العبادات كما قال رسول الله شيء. لكن هناك متصيد إنسان حاقد، نعم حاقد، قناته ما بتساوي بصلي صراحة، ما فيها شيء صراحة. أنا شو بدي في علم اسمه سرعة الجن أسرع من سرعة الضوء،
شو بدي فيه هذا مثلا؟ هل يوافقه العلماء ولا بيوافقوه على ولا حرف نطق به؟ فعندما تكون القناة بدون قيمة والتعليق كلها تطبيل وتزمير، ألا يستحي هذا من الله؟ بتزد المعلومة، بتزد المعلومة وخلص. أنا بينت من أنت، عندما إنسان عمل، العلماء يقولوا الرؤى لا يترتب عليها أحكام شرعية، وهو يقول يترتب عليها أحكام شرعية، أي هو الذي رأى نبي الله يوسف، رأى هو نبي من عند الله. نعم الكافر فرعون الله ذكره، فرعون رأى رؤى وتكررت عليه الرؤية، فهو الملك، هو الذي يقرر في حكم في الأرض، هذا الملك يقرر. أما أنا الإنسان البسيط رأيت رؤية أنه بدي يذبحوا المسلمين مثلا، أنا يمكن هالكلمة تكون على اليوتيوب مش تمنع النشر مثلا، يعني أنا أروح أقول للملك يعني ولا للحاكم اللي بدولتي أقول له بدهن يعملوا كذا وكذا، خذ الحيطة بسمع لي، يعني ما هذه الخزعبلات؟ يعني الناس تبني حياتها على منامات؟ عيش الحقيقة مع الاستغفار أخي الكريم. نعم هذه القناة محنطة مجمدة لأنه ما فيها محتوى، ما بركبش محتوى على عقل البشر، بركب محتوى على عقل كم من واحد وبيطبلوا بيزمروا له ويظن إنه يتكلم بما فتح الله عليه، لا بيستغفر ولا بيصلي على رسول الله ولا يقرأ كتاب الله ولا شيء، ولكنه يخرج للناس. يعني إيسا بجيب لك أحاديث وببدأ أفتح، لكن كيف نطبق هذه الأحاديث؟ هذا الشخص عمل حاله شيخ وبدون لحية أخرى وعمل حاله مهدي، نعم عمل حاله شيخ ومهدي، وهو يعني عامل حاله ما في حدا منهم قدام في هذه الدنيا. زكى رسول الله برؤية، رؤية كلها رؤى ظنية. نعم كلام هذا الشخص عندما يخرج للناس ليضللهم، ماذا تريدني أن أقول؟ ما في عنده خارطة الطريق، لا لاستغفار ولا لحوقلة ولا صلاة رسول الله ولا لقراءة قرآن ولا لشيء، وبيسمي حاله مسحور. وقرأ من التعليق ما قرأ كم ناس الله شفاها بسورة البقرة أو بالاستغفار من هذه الأسحار، لكنه فقط يتصيد القنوات ويضلل المتابعي وخذ خلص هكذا. تعرف أنا إذا أبدأ أتكلم الآن أخرج الأحاديث وأتكلم عنها فما شاء الله كله ده بالدليل أتكلم، وهذا هو هذا ديدنه. وعلى شاكلته في ناس تتصيد، وهو متصيد، وهو يريد أن ينمي قناته على حساب باقي القنوات، وكان لي دور كبير في تنمية قناته عندما وجهت يوما ما الناس، ولكن أنا أحذرهم منه لأنه مضلل ويظن بنفسه خير، والذين يطبلون له يعني 100 شخص 100 وهم بينهم يعني الكره والبغض نعرفهم. بس عشان أبين أنه في ناس تنتصر لنفسها ولا تنتصر لله، تضلل الناس. ناس وجدت ابني أخرج، لو كان يخرج يتكلم الناس على الاستغفار على الحوقلة كذا، هذا جميل ذاك جميل، ويحبب الناس في الحوقلة أو بالاستغفار جميل، لكن أن يأتي ليضرب قناة أساس أنه هو بظن أنه على شيء، والله إنه أجهل الناس في الأورد لأنه لا يذكر الله. هذا إنسان يتصيد قنوات، قاعد لليوتيوب يتصيد القنوات، ماذا قال هذا وماذا قال ذاك، ولا يريد لأي قناة أن تنهض ولا لأي شيء، ولا لأي شيء. يعني الحقد الدفين الذي في قلبه لو وزع على الأرض لملأها حقد، ويظن بأنه مهدي. مكر بكل أصحابه، مكر بهم، ضربهم ببعض، نعتهم بأنهم جواسيس
نعم هذا هو. على كل حال موضوعي احذروا من هذا المضلل لأنه ما في عنده خارطة الطريق ولا لأي شيء. والأمر يعود الأمر لله. لن أسميه، ما بيستاهل إني أسميه، وهو بالنسبة لي شيء لا شيء، مع إني أنا لا شيء من يعني من علمه كلياته فليبقيه لنفسه، لست بحاجة لعلمه، كل الذي يعرفه موجود في جوجل. لكن كيف تنهض هذه الأمة؟ هو حجر عثرة في نهوض الأمة، هو ما نهض الذين من حوله لم ينهضوا، الذين من حوله لم ينهضوا. فوالله لو تابعوا ما أقول من الاستغفار وسورة البقرة لنهضوا وغير الله واقعهم لكانوا سبب في تغيير من حولهم من أهلهم. على كل حال، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله يضل الظالمين. الله، القناة بدك تعرف قيمتها في قيمة المحتوى وماذا وجد المتابعين مما قال. أنا بستطيع أن أتكلم أحاديث كل يوم، حديث كل يوم، حديث كل يوم، حديث، ولكن الناس لا أخذت بالحديث ولا عملت بالحديث. بخطب الجمعة كل يوم، ناس خطب جمعة خطب جمعة، ولكن الناس لا تفعل شيء. وهكذا عندما يأتي شخص زكى نفسه وعامل حاله إنه أعلم الناس وأفهم الناس وباني حياته على حلم، أسير رؤى، أسير أحلام مش رؤى، لا نعيب الرؤى، لكنه أسير أحلام شيطانية أغلبها شيطانية. نعم، ونصب نفسه في مكان لا ينبغي له. والله أول ما وجدت شخص وعرفته وقلت عن هذاك الشخص، قال لي أنا أحذرك منه، إنه موهوم. مش موهوم، لا موهوم، ماذا يعني رقاه بعدين بالآخر جت الموهوم. على كل حال لا أقبل إنه هذه الأمة تبقى تحت الضلال، سأعري هؤلاء بالأخص على مثل هذا الشخص الذي عامل حاله شيخ بدون لحية. طبعا مش عارف تعيب باللحية، أنت بتدافع عن سنة الرسول عليه السلام ويعظم بنفسه وفي علمه، والعلماء بده يعلمهن. احنا ما بنعلم العلماء، احنا بنقول اذا العالم، مش العلماء الكبار يعني الأئمة الكبار، المشايخ، احنا بنقول اصحاب منابر، احنا بنقول اصحاب منابر، شيخ يعني امام مسجد، ربما كمان شيخ معه دكتوراه، ما العيب إذا كانوا بدو يدخل في تضليل الناس. ونعم هذا كمان إحنا نقول عنه إنه إذا هو وصلته المعلومة إنه هذه القناة بفضل الله عمال الناس تتوب إلى الله وتعود إلى الله وتلزم الاستغفار، والله عمال يمطر السماء، والله عم يأتي بالأرزاق، والوعود التي في الاستغفار تأتي، وسورة البقرة لها ما لها، وكل هذه الأمور، وبيأتي يطعم، أنا أطعم به هذا. نعم، لأنه هذا تضليل، هو ما أخذ على 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 الأمر إنه يبحث، ما بحث. فأنا ما بجلد الجميع، أنا ما بجلد الجميع، أنا بجلد من يطعن بما نبين. وأنا إذا أنا لو كنت أنا ببين لنفسي فقط، يعني عندي قناة بتكلم في موضوع، ببين للناس موضوع معين والناس لا تطبق، لكن عندنا جمهور بمئات الآلاف طبق ووجد، طبق ووجد وعرف الله وتاب وعاد إلى الله وركب سفينة الاستغفار، والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، ما وجدناه من الاستغفار لم نجده في العبادات الأخرى، ولا نقلل من شأنها. لكن عندما يأتي ويتصيد كلامك شخص من الشكل، أو يطعن بكلامك، أو إذا إحنا قلنا 30 أو 20 ألف يقول لك بدعة، هذا إنسان مضلل، هو المضلل، هذا الذي أقصده. وبالتحديد في هناك شخص، نعم قلت، مدعي ويطبلون له، كل واحد لازم عليه مجبور يعلق له 10 تعليق، ادخلوا على قناته، لا بديش أسميه، لكن ستجد أنه كل معلق عنده هو نفسه يعلق 10 مرات مأمور أمرا، ثم يتهم الناس هجموا عليه.
من يهجم عليك؟ من يأبه بك يا أخي؟ من يأبه بك؟ والله ما عندك شيء تقدمه، والله هذا الشخص ما عنده شيء يقدمه للناس. تراه في كرة القدم، تراه بخزعبلات، تنجيم، توقعات، كلام كلام كلام، كل يوم في زلزال، كل يوم في فيضان، كل يوم في أشياء. على كل حال هؤلاء سنعريهم إن شاء الله، سنعريهم، والله جل في علا يريد أن يعريهم عندما يخرجوا ليطعنوا في، لو أني أنا أتكلم لوحدي ما يطعن له ذلك، لكن عندما يكون لهذه القناة جمهور بمئات الآلاف ووجدوا ما قال أخوهم حجازي، فإذا ما 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 الذي يحدث؟ يعري هذا الجاهل بجهله في أحاديث رسول الله. نعم، هذا هو عندما أتكلم، ما بتكلمش أنا ما بجمع مثلا مشايخ ملهني شايلين فينا ولا، أنا بجمع بالمعنى مشايخ سمعوا ماذا تغير وما حملوا الأمر محمل الجد حتى يبحثوا حبا في أن تنهض هذه الأمة. مثلا أنا أعيب إداوة يعني فقط بمواضيع رنانة ما إلها حقيقة، بتسبب للمتابع يدخل يعني مثلا قال لي افعل هذا الدعاء، والله ما دعا به أحد إلا وجد، وأنا أخذت هذا الدعاء ولم أجد شيء، طب هذا ضللني ما أعطنيش خارطة الطريق. هذول فليتقوا الله، وإحنا هنا بفضل الله نتابع المتابع والدروس، ما في عندي تنويع، درسين استغفار وصورة البقرة، ما في عندي إني أجيب لك كل يوم حوقلة، وأنا ما عشت الحوقلة. وهذا الأخ العامل حاله الله يهديه، على كل حال أنا أسأل الله له الهداية، لأنه هذا إنسان يكذب على الجمهور، يكذب حتى لو قرأ الأحاديث الصحيحة. نعم، يعني أنا أشهد عليه أنه كذب علي. حتى لو كان كل أحاديث من أولى له أو صلي على رسول الله أو أستغفر، هل عاش هذا الأمر حتى يبين لك؟ لا، أنا عشته، نعم بينت لك، نعم أنت، قال العلماء ونستشهد بقول العلماء، الثوب الوسخ أولى بالتنظيف من التعطير، فنظف وسخك بكثرة استغفارك. وهكذا كانت تأتي الرؤى للمستغفرين عندما كانوا يكثروا من الاستغفار، كانوا يروا أنفسهم، أجلكم الله ينظف الحمامات، يكنس البيت، ينظف الملابس، ينظف، نعم، فهي هذه أوسخ. فلا تسمحوا لمن هب ودب أن يضللكم. هناك قلت لكم شخص يعني نصب حاله ناقص، يعني طبعا هو عنده علم، وعنده يعني قصدي هو عنده مفهوم انه المهدي فوق كثير من الانبياء. نعم، هو عنده هذا العلم هكذا من حب العظمة. نعم، و يعني على انه هو المهدي طبعا، كل الذين من حوله يطبلون وزمروا على أساس أنه هو المهدي، وكل سنة يطلع هذا المهدي وما بيطلعش، 2022 2024 اليوم بمد وبعد. على كل حال سنعري ونعري شاكلته من الناس، لأنه هذا إنسان نعم صليط لسان، مع كلام، مع علم، ولكنه استعمل العلم في محاربة الناس مش إظهار الحق. لا والله، والله ما تعلمنا، أنا بعرفه، ما تعلمنا منه شيء، ولا قال لنا عن ورد بفعل كذا وكذا ولا استغفار. وكلما جاءت رؤية يعني أنه المهدي مع اسم الرحمن، فبقول لك أنا المهدي بكرر اسم الرحمن، يعني ولا مرة سمعناه كرر اسم الرحمن أبدا، لكنه خلص هكذا هي، كل شيء تأتي رؤية يعيش في أحلام هو من حوله،
وأنا أنصح الإخوة الذين من حولي أن أشفق عليهم. أول شيء إني متضاربين يتضارب في فيما بينهم. إخوتي الكرام، هناك قنوات تضلل المتابعين، فأنا خرجت لهم وأنا سأعريهم إن شاء الله، ولكن لن أعطيهم إنك أنت تذهب إليهم. هم يعرفون متابعين القناة حرف بحرف حرف بحرف، والحمد لله رب العالمين. والله لا أشاهد قناته ولا بدي أشوفها، ما فيهاش محتوى، ما فيها محتوى، فيها يضرب شعبين مع بعض هيك، نعم، يزرع الحقد بين الناس. هذا هو إنسان ما بيحب غير نفسه، أصحابه يضربهم في بعض، مفرقهم، مش منلهن، والرؤى التي تأتيه تطعن في أصحابه. أي صاحب وأي رؤى كلها تأخذ عبلات. أنا مجبور أرد على هذا الشخص لأنه عامل حاله إسه. نعم، كان بده يطلع سلسلة من 120 حلقة المهدي، من المهدي إلى اللحد، ما طلعش 5 حلقات أو 7 حلقات، ثم قال بده يتكلم عن الروح 120 حلقة، ما طلع ولا 5 6 7 حلقات، عشان تعرفوا الكذب لوين بيستمر. ثم قال سيؤلف كتاب للرؤى، ولا ألف ولا شيء. واليوم بده يتكلم عن موضوع الأوراد، والله يا جماعة ما بيعرف شيء عن الأوراد، ما عشش. الحديث موجود صحيح والآيات صريحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خير الكلام، وقال هذا خير الدعاء، وهذا نعم. لكنك أنت تيجي تحطهن ترتبهن، من أنت؟ والله لو كان يعيش عنده ذكر معروف، يعني صراحة معروف، أنا لا أريد أن أبينه، بينته كثير، ولربما من المتابعين كانوا، من المتابعين عندي كانوا، يعني كيف أبو أحمد بيوجهنا لهذه القناة؟ كيف؟ ما واحد قال لي وجدت شيء في قناتي محتوى يعني هيك يشرح الصدر. إنسان يمكر في الجميع، يحقد على الجميع، يحقد على كل من هب ودب، لا يريد لأي شخص أن يد. تذكروا هذا الشيخ الجزائري الذي يعني صعدت عليه هرة في رمضان وهو يتلو القرآن، طعن به، نعم طعن في القرضاوي، طعن في محمد بتولى شعراوي، طعن في سلمان العودي، سجن سلمان العودي لأنه بالرؤية. نعم هذا تفسيره، ادخل تفسير رؤيا سلمان العودي عنده بتلاقيه، سجن لأنه كان يأخذ ويرد بينه وبين رسول الله بالرؤيا، هي رؤيا، قال ما كان ينبغي لسلمان العودي أن يأخذ ويرد، يعني بالرؤيا معروفة عقاب، وسيتعذب القرضاوي في قبره لأنه أنكر موضوع المهدي، وهكذا. وكل كلامه معي كان في الماضي عن شيخ في الأقصى، الشيخ خالد المغربي، كل كلامه عليه ليل نهار ليل نهار، فقط لأنه ما قبل يكون مهدي. ووالله نبهني منهم، والله كان معه حق، لكن الحمد لله رب العالمين. عشان تعرف الحقيقة لازم تعيش في الحقيقة، تدخل إلى هذا المجال حداث آخر الزمان وتشوف من الذي يدور في فلك هذا أو الأحاديث وكل هذا. فعشنا ودخلنا لهذا العالم، وجدنا كل عالم الأحاديث صحيحة، لكن الأشخاص خزعبلات، الأشخاص لا علاقة لهم بالمهدي الحق. برسيس العابد اليهودي هذا مشهورة قصته، جاءه الشيطان ولبس على الكل حتى كشف حقيقة أنه برسيس قتل زنا في واحدة يعني، وذهب الشيطان للجميع وبيّن لهم أين جئت وكل شيء، وهذا يلبس عليهم أنهم هم مهدي. الموضوع كبير وأنا لا أريد أن أخوض بهذا الكلام، لكنه أنا أشفق على الذين من حوله، و أنا أشفق عليهم لأنهم لا زالوا يطبلون، لا زالوا يطبلون. أي حقيقة
ماذا تغير فيكم؟ تستنوا تصيروا وزراء يعني للمهدي؟ يا مساكين يا مساكين، مشكلتك في ذنبك، اترك ذنبك ولزم الاستغفار وسترى عجبا من فرج الله. هذه الأمة لن تنهض إلا بالاستغفار، وسيأتي المهدي على قوم يستغفرون الله يعرفون الله. نعم سيكون منهم، نعم سيبعث الله منهم عندما يرى نواة طيبة. الله اللي فتح بالاستغفار والناس بدأت تستغفر وتتوب إلى الله، والله سيسقيه الغيث لأنه في معاه جماعة يستغفروا بالليل والنهار. فقلت استغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إضرارا. لكن الذي يحلم ويحلم كل يوم وفي هناك عنده كم شخص شخصي ببيضوا له الرؤى بيض، بفصل الرؤى على 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 الحال، تأتي الرؤية على الحال في كذا موضوع. فهذول اللي من حوله يعني وكأن الرؤيا، الله أكبر. أنا بقول للذين من هذا كلامي للذين من حوله، هذا الإنسان لبس عليه إبليس ما لبس واتهم كل الذين من حولهم، وإذا كان يقول إنه من آل البيت فقد اتهم من حوله من آل البيت بالتزوير والسرقة. يأتيه ضيف من دولي إلى دولي بعد أن يعني مدي طويلي، نعم مدي طويلي، هذا الشخص أراد أن يزوره، هو أخ مصري أراد أن يزوره، وعندما حط رحاله في بلده لم يستقبله لأنه كان عنده قصد هذا الرجل أن يتزوج من واحد من المغرب بين مين خلاص، لكنه لم يستقبله، لم يستقبله، وحرض كل أصحابه أن لا يستقبلوه ولا يكلموه. وأين الشهامة؟ أين الشهامة؟ هناك شخص من آل البيت من أصحابه كمان طعن فيه أنه مزور. نعم هناك شخص سطع نجمه أطاح به حجازي كبرت قناته أراد أن يمكر به، ولكن مكر بنفسه، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، عراه الله. على كل حال في ناس الحقد الدفين الذي في قلوبها لو وزع على الأرض لملأها، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا واحد منهم، إنسان حاقد والله لا يغار على الدين بشيء، والله لو يغار على الدين لعلم أصحابه عندهم أوراد، يعني تعالوا كل يوم عنا نعمل شيء عنده، يعني تعرف إذا أنا بدي أفتح جروب للقرآن فأنا ما لي علاقة فيه وخلص فاتح جروب للقرآن، عشان كل عقله بالرؤى ومتى تأتي الرؤية إنها تنصب المهدي ويخلص بالموضوع، وكل واحد بيقول عن حاله مهدي هو عدوه، وكل واحد بيعبر الرؤى هو عدوه، هو عدوه لأنه خلص بس هو اللي بيعرف يعبر الرؤى، ما خلق الله غيره. هو مشي حاله ويأتي بالدليل، الدليل موجود، كيف نطبق الدليل؟ مش عارفين كيف نطبق الدليل إنه الصلاة على رسول الله والاستغفار وكيف نعيش. كم هي الصلاة على رسول الله التي قال عنها أبي بن كعب إذا تكفى همك ويغفر ذنبك؟ ما بيعرفش، ما هو بيعيشش هذا الأشي. يأتي لك إنه نسبة الاستغفار 70 تبعت الرسول عليه السلام، نسبة الماء التي في الأرض، شوف بس بده يطلع حاله إنه هو صح فهمان. أنا بدياته يخرج للناس ويقول أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد إن سورة البقرة من أورادي اليومية التي أقرأها وأختمها يوميا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ البقرة فإن أخذها وبركة، وليقل كم يقرأها، وليقل ما هو ورده من الاستغفار، وما هو ورده من الحوقلة، وما هو ورده من الصلاة على رسول الله، ولا يخبي علينا شيء ويقول هذه أشياء بيننا وبين الله. المعلم بيعلم كل شيء، المعلم بيبين كل التفاصيل، المعلم ما بيخبيش على الطلاب صح، وإلا هو فقط يضلل. نحن لا نحقد على أحد، ولكنه شغله الشاغل إنه الله يعريه، الله بده يفضحه، نعم بجهله بيبين إنه فهمان، ولكنه بالحقيقة
إنسان فقط يتصيد. نعم على كل حال أنا لا أدري لماذا سمى نفسه باسم بلده، باسم بلده سمى المعبر فلان. ليش بلده؟ ما فيش معبرين سمى حاله المعبر الفلسطيني، إلا هو سمى حاله المعبر الفلاني. ليه؟ عشان إذا واحد يسبه وكأنه بيسب بلده، مش يسبه يعني يطعن فيه فبطعن في الله وهكذا. يعني هو حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين يضللون الناس، قصدين إنهم فقط يقفوا حجر عثرة. وجزاكم الله خير. سنعريهم. الكلام يطول، الكلام يطول على مثل هؤلاء. أنا ما فاضي لهذا الكلام، ولكن بنبين كيف بنعرف الضال من الحق. فكل واحد يبين لك كيف تعبد الله، قل له كيف، اعطيني خارطة الطريق. نعم الحمد لله رب العالمين. تزوى استغفار إخوتي الكرام، وجاهدوا في الله يعني في العبادة، وأكثروا، والله وكيل إنه يهديكم إلى صراط المستقيم. أعتذر على الجنوح لمن يعني، لأني أنا كنت أوجه الناس في الماضي لقناته، أنا وجهت الناس لقناته واشتركوا معه كثير، ولا هو يعني ما في عنده متابعين، لأنه الناس تابعت في فترة المهدي، وهذا هو الجمهور الذي عنده. الناس سئمت من المهدي. المهدي حق سيأتي، المهدي الحق في أحاديث صحيحة، الرؤى الحقيقية فيها حق، لكنه مش عنده، وأنا أعرف لماذا. نعم لأن أنا جمعتني رؤى فيها رسول الله كثيرة، ولكنها طلعت كلها مضروبة، وأنا لا أنتقم للرؤى، أنتقم للذي ينتقي ماذا يريد. لكن الحمد لله رب العالمين، الرؤى التي تأتي عنا نستأنس بها، ولا نبني عليها لا حكم شرعي ولا أي شيء. فلا تبنوا على الرؤى أي أحكام شرعية، تستأنس بها، إذا حصلت جميل، لم تحصل ابني حياتك على الاستغفار والتوبة والرجوع ولزوم الاستغفار بالليل والنهار، وسترى عجبا، واعرف أن ذنوبك هي الطامة الكبرى التي يعاقبك الله عليها. ولا تؤله الأشخاص. نعم لا تؤله الأشخاص، فنحن كلنا تراب، وما فوق التراب تراب. أنا لا أزكي نفسي، ولكن هناك أشخاص يضلل الناس، وأنا لا أقبل أنك أنت تضلل عندما يقول قلولي أستحضر ذنب. أنا لا أقبل هذا، أنا أطعن بهذا الذي يقول. هو بيعرفش يتكلم عن الاستغفار، يتكلم عام، أما يزد كلمة استحضر قلب مش موجودة في الحديث. هاي استحضر قلب مش موجودة في الحديث حتى يذكرها، واستحضر ذنب مش موجودة في أحاديث رسول الله عشان تستحضرها. ابكى على خطيئتك، نعم موجود، يعني انك انت لما بتخطئ ابكي عليها، كيف اخطأت. انا اليوم اقتربت ذنب، نعم ابكي على خطيئتك، يا الله استغفرك يا رب، لاني اقتربت ذنب، انا اقتربت، تجرأت على الله في هذا الامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيكون كلام ان شاء الله، وبارك الله فيكم. فالذين يعني يريدوا ان يعني يعلقوا فلينتبهوا لما يعلقوا عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.